أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك جماعة تقاتل وهي على منهج الرافضة وتسمي نفسها بحزب الله وتريد قول الله تعالى: ألا إن حزب الله هم المفلحون، فهل يفلح مثل هؤلاء؟ الأمر في الحقيقة ما هو بالتسمي والادعاء، إذا كانوا مستقيمين على شرع الله وعلى دين الله وموالين لله ولرسوله وللمؤمنين فهم حزب الله. أما إذا كانوا يسمون الحزب حزب الله وهم مع الكفار ومع وأعداء للمسلمين، أعداء للمسلمين والمؤمنين، فليسوا حزب الله. والتسمي ما يكفي والدعاوى ما تكفي، لا بد من الحقيقة، فينظر في مذهبهم وينظر في أعمالهم، فإن كانت على وفق شرع الله عز وجل فهم حزب الله، أما إن كانت على خلاف شرع الله فإنهم من حزب الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو ضابط إلا فاليهود والنصارى يقولون إنهم أولياء الله، فقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، من يدعي هذا؟ العبرة بالحقيقة لا للدعوة. نعم.